السلام عليكم البنات ورحمة الله وبركاته. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم على خير وبخير كاملات. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ولكن ما فيهش طياب، مجرد فكرة ديال تبدل الكوزينة. انا نقول لكم كيفاش بدلت ديالي. انا ديالي هنا نوريها لكم كما كتشوفوا البنات، ديال الخشب، يعني كيعجبني بزاف العود. انتم كما كتشوفوا عرفتوا عود الفري، يعني داكشي علاش بقات فيا. واش نقول لكم، قديم انا ملي كنت يلاه تزوجت كنت صوبتها، يعني اش نقول لكم، طلع 15 عام بحال هكاك. من بعد اش غادي نقول لكم، كنت ديت الدار واحد الخمس شهور، منين جيت البنات لقيت هاد الجهه التحتانيه كلها رشات ليا، يعني زولتها. انا غادي نوريكم، ها نتوما يبان لكم الخشب راه ماشي بحال الاخر. ها نتوما، ها هو القديم، هو باقي او كيبان لكم هذا كله جديد اللي عاد درت دابا. يعني الا وقع لكم بحالي، يعني اش غنقول لكم، قدرت اللي عزيز عليكم الكوزين تاعكم بحال دابا وما بغيتوش تبدلوا كل شيء، ديروا كما درت انا. هانتوما شفتوا بدلت كاع الجهه التحتانيه، يعني هذا راه ماشي شي خشب زوين كاليتي مهم، ولكن الاقل ما بقاش كما هذاك اللي كان في الاول. قلت لكم راه كله طاح، كله. هانتوما يعني بدلت كل شيء كما قلت لكم، بدلت حتى الفوق، بدلت غير لحد هنا. هنا في الاول كان عندي الفران، يعني حيدته وخليتها غير هكذا. هذا لابابو احتفظت بهذاك اللي كان عندي، يعني ما بدلتوش صافي. وهنا الفران كما كتشوفوا. مهم فكره زوينه البنات، يعني اش غادي نقول لكم، تخسر لكم الكوزينه بحال اللي خسرات لي انا، يعني راه ما فيها باس الا بدلنا غير واحد القنت حيدناه. ويمكن لكم الا بغيتوا البنات تصبغوها، يعني ديروا كولور واحده، غير انا ما بغيتش. انا كما قلت لكم هنايا يعني عندي كما كانت عندي الطبله، ويعني كما شريتها في الاول كما قلت لكم شريتها بكوزينه كومبلي، يعني بالطبله ديالها بالكراسه بكل شيء. ومنين كما قلت لكم بقات فيا بصراحه الله، ماشي شي كوزينه واعره، ولكن بالنسبه لي انا شي حاجه عزيزه عليا بزاف. كما قلت لكم ملي كنت يلاه تزوج درتها، يعني ما قدرتش باش نفرط فيها. المهم هذه هي الطبله، انا نوريك لكم هنا، ها نتوما حتى هي ديال العود بحالها بحال الكوزينه. وهذه عاوتاني حتى هي، ها نتوما راه يبان لكم بان عندها حتى هي عندها الرخام. حتى هذه كنت خديتها مع الكوزينه، هذه باقيه مزيانه، يعني ما غاداش نحتاج نبدلها ولا شي حاجه. المهم نتمنى الفكره تكون فاتكم، والسلام عليكم. نتمنى يعجبكم الفيديو البنات، والى عجبكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك ديالكم والتعليق ديالكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم البنات ورحمه الله وبركاته. الله معكم تما في الفيديو، بلا ورتكم الكوزينه، بغا نحضر معكم واحد العصير سهل ان شاء الله بحول الله. المهم ثم هذا مشماش، كل واحد كيفاش كيقول ليه، شي كيقول ليه، نتمنى يكون كيبان لكم شي كيقول ليه مشماش، شي كيقول ليه خوخ. انا شديتو غسلته مزيان، حيدت ليه العظم تاعو، رديتو يطيب، ودرت معاه ثلاثه المعالق السكر. نتوما البنات كيبقى لكم الاختيار على حساب الحلاوه، كل واحد واش كيبغي، كاين اللي كيبغيه بلا سكر، كاين اللي بغي شويه، المهم على حساب الذوق كل واحد. من بعد غدا نديرو ان شاء الله في الكاس ديالنا المونينيكس. البنات اللي بغى يدير معاه خيزو راه كيجي اروع واحسن. اللي بغى يديرو غير بحالي بحال درت انا، ما نتوما شفتو خليت داك الماء ديالو. غندير ليه جوج كيسان حتى هما ديال المشماش ديال دانون، اللي بغى يدير غير واحد يديرو. قلت لكم داكشي كل واحد والذوق ديالو. صراحة الله البنات راه كيعطي كمية وفيرة. انا ما درتش، درت غير على حساب خاص قلان. نتوما يعني الا كانت عندكم العائلة كبيرة، يعني راه كيجي روعة كما قلت لكم، كيعطي واحد كمية كبيرة بزاف.
صافي البنات، انا زدت فيه الماء، زدت فيه الماء بارد صافي، يعني ما كديروا فيه لا عصير ديال التين لا حتى شي حاجه غير الماء. دابا ان شاء الله غندوزو نطحنوه ونتلاقاو البنات. ها نتوما دو العصير من طحنتو كيجيش، غادي نقول لكم البنات كنتمنى تجربوه فعلا كيجي روعه، والكميه نتوما كتحكموا فيها كما قلت لكم، انا درتو شويه خاطر، نتوما الا بغيتو تزيدوا الماء كتزيدوه، كيجي روعه روعه، غير جربوه ثقوا بيا البنات ما غاداش تندموا، وساهل يعني ما كيحتاج لوالو غير الماء، وكيجي كما قلت لكم روعه، كيعطي كميه وفيره. ونتمنى يعجبكم وتجربوه بالصحه والراحه البنات.